أخرجت فاطمة الربيع كل الذي في شعبتها مسرحيا سينمائيا على مستوى التمثيل والدراما؟ لا، أنا بنفسي أن أمثل شخصيتين. شخصية الأستاذة والعالمة والمهمة بتاريخ العراق زهى حديد رحمة الله، بنفسي أنا أمثلها هذه الشخصية إكراماً لهذا العطاء للمرأة ولهذه القامة العراقية وبنفسي تاريخياً أمثل زنوبيا ملكة تدمر تاريخياً. يعني إذا أتيحت إلى كاتب من كتابنا الآن يكتبون شخصية ولو هي صعبة زهى حديد، أنا سعيدة حتى أختم حياتي بها. العمر الطويل إن شاء الله.